الأستاذ عبد الرحمن الخليري من مواليد بن سعيد أم الشلالي تركيا، من مواليد 1936 في 31 أوت 1936، زدت في دوار ولاد عبد الله مشتى ولاد المرهون في المرمال. التحقت بصفوف جيش وجبهة التحرير الوطني تحت القيادة تاع عساني عثمان في 15 أكتوبر 56، حيث كلف بمهام خاصة في العمليات العسكرية للهجومات في المدينة، فيما يخص عمليات الهجومية تاع الكوماندو أو العمليات الفدائية أو التموين للجيش التحرير أو مراكز جيش التحرير أو الحراسة المؤكدة في متابعات الجرائم الاستعمارية والمكايد نتاع الخونة اللي هما ياخذوها للشعب الجزائري. ولهذا لي شرف عظيم اللي حييت من 1915 أكتوبر 56 وأنا في صفوف جيش تحرير وجبة التحرير الوطني لنواصف الأعمال البناءة والهجومات ضد الاستعمار وضد أذناب الاستعمار حتى ليومنا هذا. ولكن نطلب من هذا أخينا باللي الشعب الجزائري حييه ونترحم على كل أرواح الشعب الجزائري اللي قاد معركة البناء ومعركة التحرير. بالأمس كان الجيش التحرير الوطني الأسلحة نتاعو بياسة فانسكات بران الطران فيزي ماس كاسر فرانسيس خماس يرمان فيزي ماس عشاري وطماطيك عشاري سيكانسات. هذا الأسلحة ولا الهون كان كاطرفا كان سوصانت هذه الأسلحة، ولكن بالفضل تاع الوحدة والقيادة تاع أبناء الشعب الجزائري اللي قادوا معركة البناء وانتصروا على الاستعمار. ولكن التقييمات اللي هي أنا حضرتها من 56 مؤتمر الصمام 56، كونوا البطايونات وقسموا الولايات وقسموا النواحي وقسموا القسمات، أصبحنا احنا نعيش في الولاية الأولى، المنطقة الأولى، الناحية الرابعة، القسمة الثانية، الناحية الرابعة، القسمة الأولى، ولاد السلطان، القسمة الثانية، باريكة، القسمة الثالثة، القطاطشة، ولاد التبان، وقلعة بن حماد، القسمة الرابعة، المسيلة. عشت في هذه الجهة، عشتها أنا من 15 أكتوبر 56 حتى الخمسة جوليت 62، وحنا في الجبل حتى جات الانتخابات نتاع الجزائر الجزائرية في 5 جويلية 62. ثم بقينا في الكتائب مع تحت القيادة نتاع جلول زهير رحمه الله، سي حسن بوزراعة كان قائد الناحية الثالثة، كان قائد الناحية الثالثة عسكري أو توفى ثاني رحمه الله. عشنا وحضرنا في عدة قضايا اللي صارت، ما يعني نقدر نقول يعني عدم التفرقة ولكن وعدم بعض الانزلاقات السياسية، اللي حبوا يقسموا الجزائر إلى ولايات ولأشخاص، ولكن بفضل الله تحت لواء جيش وجبة التحرير الوطني، كانت القيادة تاع الجزائر الولاية الأولى والولاية الثالثة والولاية الثانية والولاية الثروة والولاية الكار والولاية الخامسة، كانت يعني خاضوا بعين الاعتبار باللي الكفاح نتاعنا اللي كافحناه 7 سنوات ونص ومكايد الاستعمار لعبوا واحد اللعبة بعض الناس، ولكن ما نجحوش بها. ليه ما نجحوش بها؟ كان الشعب كان شعب حي له روح وطنية، كان شعب هو اللي قاد الثورة، الشعب الجيش بالشعب والشعب بالجيش. لو كان كنا احنا
جيش التحرير على مستوى ولاية الولاية الأولى أو على مستوى الناحية الأولى أو على مستوى الناحية الثانية أو على مستوى الناحية الثالثة أو على مستوى الناحية الرابعة. كان الجيش هو لاندوباز وهو القاعدة الحقيقية. عندما دير فرنسا الريتساج تختار من البريمي جوليف حتى 30 أوث في الأيام الشهرين هذو تختار به هي تقضي على الجيش بالقوات بالحلف بجار سوستان الأحلال الحلف الاستعماري وأذناب الاستعمار، ولكن فضل من رجع للشعب الجزائري للجيش يتجنب ويخرج من جبال يخرجوا الحلوف داروا براج خطرة من المسيلة حتى القطلان خرجوا الذيب الحلوف الأرنب الثعلوب خرجوهم، ولكن الجيش كان تحت القيادة نتاع رجال عظماء. كان سي التباني، كان سيدي حني، كان استشهد في الولاية الثالثة، كان عمار عشي استشهد، كانوا عدة مسؤولين حمومة، ياسر ضباط مصطفى الحليب، ياسر مصطفى بن نو، ياسر ضباط سي عيسى الطلبي، سي طاهر قدوري، الأخضر شادلي، اسماعيل بورادي، سعيد بورادي، عبا بورادي، جلول رهير، تقريبا 60 أو 70 ضابط من صف ضابط من الكابران حتى للملازم حتى للقبطان اللي سقطوا في ميدان الشرف والتضحية وحصلنا على الحرية. ونترحموا كما دوية الناحية الأولى كان فيها محمد صالح بن عباس هو مسؤول المنطقة العسكري، وكان العمري معجوج هو مسؤول الناحية العسكرية الأولى، وكان الهادي نوي، وكانت ناس عمار عبدي هذا دخل الكنون هنا في 21 حركي في 59 دخل هنا 21 قومي الدولة الأسلحة تاعهم معهم ضابط فرنساوي يقراو عنه هذا عمار عبدي كان قائد الكتيبة واستشهد مات. ثانيا نطلب من كل الوطنيين الأوفياء وكل الإطارات اللي راهم على قيد الحياة وكل المجاهدين اللي راهم حيين نترحم على المجاهدين اللي ماتوا ونترحم على كل الشهداء اللي ماتوا شعب وجيش شهداء المعركة شهداء الكفاح المسلح. نترحم عنهم ونترحم على الشعب رجال ونساء شيوخ وفلاحين أو عمال أو رعاة صالحين نترحم عنهم ساعدونا ومدونا يد المساعدة في 7 سنوات ونص وصلنا الكفاح نتاعنا حتى اليوم النصر حتى اليوم الاستقلال. ما خرجش أنا من الجيش الوطني الشعبي ما خرجش منه من 56 حتى 28 ديسمبر خرجت من الأصنام من 60 بطيون كان القائد نتاعو هو بوحمرة محمد وشاف بريمير ريجو القائد نتاعها كان السعيد عبيد مات ربي يرحمه كان عبد الله بن هوشات هو القائد نتاع الناحية الأولى. ولهذا أنا رايح نوضع أن راني بصيفتي عمري 88 عام عشتها وداري مع عهد الله والشهادة ليه مع عهد الله والشهادة تعشينا في 14 مجاهد عند تعشينا في 14 مجاهد عند قراوي الجمعي من مشتى ولاد الخوية في القاضة 14 مجاهد كان معنا عليه حفاصة ناس ربي يرحمه كان معنا المكي بالسي راهب بن سمرة حملي شانيا وقيد الحياة علوا مدينيا وعلى قيد الحياة تعشينا ثم تعشينا تقسمنا احنا 7 رحنا كنبينا في عند لقم الشق الثين في القابة و7 مشاو معاهم علي حفاصة كي مشاو راحوا كنبياو في تقريب في الشكومة زعم طالعين ولاو لما ما حد ساعد مش ظروف كنبياو ثم القدوة نص معركة العساس اللي دارين قلناه لشار نضار من البلاصة الفلانية وراهو صار
للزيتون البر اللي فيه الضابط بوردو اللي فرنساوي راه سم راه صاد عليه للشرق. بعثنا مواطنين يعني في اللي يشوفوا لقيناها باللي صحابنا هذوك استشهدوا، داروا معركة كبيرة، معركة استشهدوا ربعة، ثلاثة قبضوهم حيين وثلاثة ربعة قبضوهم حيين مبليسين وثلاثة شهداء. هذوك ثلاثة شهداء زوج من تكوت من كيمل وواحد من صفيف، كروحنا ندفنوا فيهم. والله نعطيكم الحقيقة، كروحنا ندفنوا فيهم أنا وحمل شاني هو على قيد الحياة، هنا حي وحشاني صحوان، حشاني صحوان ذا كان مسؤول مشتى تاع ولاد مسعود، توفى لقيناه مستشهدو في جنان تاع صحوان. صحوان هذا عنده بنو محمد مجاهد وعنده ولاده زوج أحمد وعنده حشاني، دفناه ثم كي دفناهم ثم في قبر واحد فريد، ثلاثة سميناهم في قبر واحد فريد. القبر ذاك سميناهم فيه فراش ما عندناش، البارة الأولى كي هزيتها وحتى جات في فمه وعينيه، وليت نحيت له الكاسكيت عدلتها له على فمه وعينيه وجبت يدو. قلت له نعاهدكم يا شهداء ثلاثة، ثم زوج من تكوت من كيمل وانت من صيف، نعاهدكم لا نفشل ولا نبطل ولا ندي حاجة حتى يتحقق النصر، ولكن اليوم فضل الله عز وجل وفضل الكلمة اللي مديتها للشهداء، كان معايا رباوني رجال عظماء عشت معاهم في الثورة وجندوني، وقعدت معاهم تقريبا 4 سنوات من 56 حتى 59 استشهدوا، رباوني على الوفاء والعمل الصالح والعمليات نتاعي إذا خدمتهم وقواقتي ما دفعتهمش، هم متسوسين عندي. نطلب من القيادة إذا اللي راهي تعيش اليوم ويرأسها أخينا المواطن في عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، والسيد أخينا قائد الأركان الفريق الأول في سعيد شنقريحة، ماذا بينا في تسمية الشهداء وفي تسمية المكانات العسكرية في الجانب العسكري، ماذا بينا الشهداء ذو يتفرقوا، وينهم الشهداء يتفرقوا؟ كاينين شهداء اللي قادوا المعارك الحمراء طائرات 5-6 ولا نتيري، وكاين شهيد مسكين يجي مبكر يموت شهيد، يحصل يموت شهيد، يحرز يموت شهيد، سارح يموت شهيد، ماذا بينا؟ احنا نطلبوا من القيادة نتاعنا في بالمناسبات نتاع الأعياد الوطنية أو الأيام الزينين يتفكروا الناس اللي قادوا معارك حمراء. أنا هاني هنا نعيش، والخوف الإيمان ما يجيش في قلب واحد فريد، الخوف الإيمان ما يجيش في قلب، أنا هاني نعيش هنا في باليكا، مسقط راسي في باليكا، في التاريخ ما صارتش في العالم الأوروبي، في الحرب العالمية الأولى، في الحرب العالمية الثانية، وفي شارون ما خدمهاش في الفرنسيين قد ما خدمها فينا الاستعمار والأذناب نتاعو. الاستعمار يقول لي يجبد بالعشرة شباب يديرهم في بير وكب عنهم يطلع نتاع ريسانس. أنا هنا بالنسبة لبالك هنا كاين 19 مكان قتل من 1 حتى 10 حتى 18، كاين بلاصة فيها 18، ولكن وهذا المنظور لا كي نعودو حنا ولاية هذه ضايعة من 1832 استعمرنا 1849 صبح الدائرة أول نوفمبر 54، قداه عندنا نشاهد هنا تاع الدائرة القديمة عندنا 1475 شهيد، 1475 شهيد، وهذا الشهداء تاعنا الناس كلهم داروا عمليات عسكرية كلهم، ما يدخل حتى ليردوه على اليابا يسلموا له الأسلحة، يسلم له النظام تحت لواء جيش واجبات التحرير، يسلم له البندقية خطاه باللي عارف وراجل تاريخ. ثانيا احنا في باليكا عندها تاريخ مشيد، عندها تاريخ أشد أكبر تاريخ على المستوى الولاية الأولى، كنت فيها الولاية الأولى فيها 6 مناطق، احنا المنطقة الأولى كانت هي اللي تعيش في الجيش
التحرير من الحصاد والحضنة اللي عطانا ربي 7 سنين القمح الشعير الخروف الفقوس نعيشون. ثانيا الاستعمار المكاين اللي دارها هنا دقول لهجة الباليكة من عنف موشون جا الباليكة بال59 لهجها ما هيش خاينة. جا الضباط خمس مراكز اللي داها من جيش التحرير. المركز الأول نتاع بوردولي نتاع الزيتون دا منو ثمن دوم المجاهدين في النهار والقاية حامية ثمن قطعات ثمن أسلحة. وكي جا بوردولي قال للعساس قالوا انت بعثت لي عسكر جاك ما تقول ليه قالوا كيف العسكر قالوا جاوني عسكر كيما انت قال هات المفتاح هزو سلاح. هذه نقطة. العملية الثانية البراج تاع كراس في العطروطة ثمن أسلحة عساسة تاع كراس شركة فرنسوية تاع كراس 7 أسلحة الدهن مع جزول روح زيد الأسلحة نتاع المزود الكهرباء. المزود الكهرباء الرومي نتاع ساكن في بالكا يعطي للناس بالكا فيها بوص نتاع يزود فيهم بالمازوط ويسلكوا اللي يقدر يسلك. وحنا سكانا كل برا بعشتك ولا بدارك نتاع طوبة والناس اللي ساكنين في البلاد يسلك من عند الجاوري. فيها 5 أسلحة دخلوا ليهم المجاهدين الذهب. الكنون فيها 21 قطعة خلوا ليها المجاهدين داهم. جا الجيران يقول دار اجتماع احنا جانا نسمعوا كانت فرنسا تلنصي قال له هضروا في الاذاعه باللي راه الجيران يقول قدوا يهبط في عينك مشن توجه للباليكه. احنا الفدائيين واللجن والكوماندو خبرنا في الليل باللي البلاد هذه تصبح يا قريف مسكروا النظام في مهام. انا راني نحضر لك مهام قمت بها. ثانيا المعركه كبرى معركه نهار 22 جوان 57 تحت قياده عزيز عبد الرحمن معركه لشارات يعفسوا في المجاهدين في الترشيات بالفاشه يضرب فيهم. مات فيها تقريبا 713 ولا 114 شهيد وقائد عبد الرحمن عزير قائد الكتيبة ماتوا معاه رجال عظماء ضحضر بن علي ضباط بطزع محمد قروي ياسر كان معاه من العمل المعجوج نجح زاد استشهد في الناحية الأولى. هذه المعارك نفكرك نهضرهم ما كانش وشام بالندم. الجزائر معروفة فرنسا عارفتنا الخوالة اللي كانوا ضدنا عارفيننا كفاه مثلنا كفاه تعذبنا كفاه جاهدنا وكفاه كوننا الجيش كوننا فدائيين كوننا مسؤولين المشاتي واللجنة والمؤمور والقاضي كل كوننا. وفرنسا من ساعتها من أول نوفمبر أنا نشهد هنا في بالك العرسة من أول نوفمبر 54 ما كانش واحد يجي ينقم ابنه ولا يخدم كاخر ممنوع من عند باتن ولكن أنا وكنحتر الشعب يعرفني عبد الرحمن وين عشت. هنا دوك القسمة الناحية الثانية هاي مسميتني منها الناحية الثانية الرابعة أنا فيها الولاية الناحية الثالثة الصيف هاني نفستهم الناحية الرابعة والوسط الناحية الأولى باتنا تعرفني والناحية الثانية التوتة تعرفني ما فيها سي الطاهر وشن كان قايد الناحية وعبد الحفيظ طورش مجموعة ياسر الحاجة ياسر كنا نفكر ونهضر أني نبقى ساكت له. أنا دوك نفكر هذو الناس ولادي يقولوا لي اي حاجه نقول لهم ولادي خلوني نريح لا خليتني في الدار نتاعي هنا ما لقيتنيش دي الدار بعتها ولا عطيتها لبني ولا رحت صبحت والي ولا صبحت عضو في بلاصه ولا راس من ليش انا متاكد لا متاكد بالامانه نعرفها وقاريها وشايفها. شوف احنا بكل اللي دور يدير عمليه ويظهر يروح للطريق ولا يدخل للمدينه يدير عمليه يسجلها ما احنا هذا الضباط نتاعنا ولات الجزائر ولات المرأة الجزائرية والراجل الجزائري قادوا معارك حمراء لا ما قراوا في الكليات الاستعمارية ما قراوا في الكليات الحربية. الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية احنا ينظر كسرجال والله كابرا والله جندي بسيط يقيد المعركة. كانت صارت واحد المعركة في جهة قسنطينة وقبطان تاع فرنسا كيما
هربوا لا ولاو لا حبسوا المعركه هذيك حتى راحوا جابوا ضرب، وحنا الضباط نتاعنا اللي ماتوا طيح سلاحته عيسى اعراب كان سارح بلبل، يديوه من الدوريه يحطوه في الكوديه نتاع الحنان نتاع لوزين نتاع دنتو تلوزين نتاع السيمان عيسى وعاطينو البياسه يومن فيهم النهار خطرتين يديوه يقولوا له انت باطل ادالهم البياسه يقولوا له عيسى عرام عبد القادر العزيز سمعت العامل معجوج عبا برادي اسماعيل برادي الاخضر شريف قراويه قرويه قروي محمد رابح جفار ياسر بن نسميه سي نعمان سعاده نعمان الضباط سي ابراهيم بوخالفه يمكن نحدث فيك ضباط تبانية حمومه سيدي حني ياسر ظن فهم ديك عمار عيشي سي علي النمر انا عيشني الناس في صلاه عشت معاه الاخضر سي طه القدوري الاخضر سار لي استشهدوا في الزيتون ها من البلاصه نتاعهم ترحم على بوم والعيد والمجموعه اللي معاه 22 ونترحم على كل انا عشت القياده دي الولايه الاولى عشت فيها حكموها عده مسؤولين نعرفهم الاخر حتى جا طه زبيري كان قبضها من الصوب النوي ماذا نحكي لك عش انا نعرف على هذه نوي ياسر ناس عمار محمد شريف جار الله سي مسعود بن عبيد ياسر المسؤولين اللي حكموا هنا نترحم عنهم سي عيسى الطلبي تباني حمومه نعرف مكل ولكن وش نقول لك انا راني نحمو يعني سي عبد سي الازهر القطاف اني لي شرف عظيم كي راني واقف هنا وبري لا بري مديت البنتي مديت لابني حكمت عندك كنت حبيت ندي كنت ندي الدنيا كل ولكن فضل ربي والضمير الناس اللي رباوني الشهاده اللي رباوني على الوفاء راني باقي وفي نطلب من فضلك اذا كان كان اسمع شهريتي نقسم بالله نقسمها معاك ما تكلش على الدوله وقضاها نقسمها معاك انا خذ وكيل موت هذه الدار خاي شفت واش راه مصور فيها شفت واش راه مصور تقعد لا هذه الدار تقعد حطها مش دار هذه الدار بنيها بعرض جبين انت تسال فيها لا تسال فيها امك تسال فيها انا هنا يامس انا دوك الشعب ما يسالوش معايا الا في عزوجي الشعب تاع الجزائر من المغرب لتونس الموريتاني ليبيا يسالوا معايا ما نكسب لا الا عزوجي ما يسالوش انا يامس نروح نكمبي مرة توكلني وشربني وتضرقني وتعس عني وتنعس لي الطريق كيفاه اليوم نخون بينها ولا راجلها ونخلي ندير انا الملك وندير الدار ونتكسر وندير طوموبيل فخمه هذه خاطئه هذه خيانه في التاريخ تبقى والناس اللي عاهدناهم شهداء هم قد يحاسبونا والله ما يحاسبونا حاسبونا على الكبيره وعلى الصغيره انت دوك هذه امن الشهداء امن الشهداء مش نديروها في الاشهار بدات الشهداء مليون ونص ونلعبوا اللعب الاخر اللعب ذاك امك شوف امام الراي العام العالمي اللعب مكشوف لا الشهداء انا نعرف هنا الشهداء نقسم بالله نقسم بالله نقسم بالله الحاكم نتاع فرنسا يمشي على كريهم عندهم مثل اربع طوموبيلات خلاهم سيركال وين الحواس طبيب واحد عمار يحياوي زوج رابح جفار ثلاثة يحياوي عمار ربعة خلاو الطوموبيلات سيركال وماتوا في المعركة عمار يحياوي قتلوه في القابة عمار شو سميه لي جفار رابح مات في الدهاهنة يزن في المعركة في الدهاهنة ظهرت برهوم هادو الحواس مات قبضوه اليد الحمراء داروا له برية نكيدة عطاوها لواحد قبضوا الطابع تاع واحد سياسي طبعوه وقالوا له باللي يشيل القناصفين قبضوه قتلوه بالرزامة ثلاثة خربة وبيهم ربعة شهداء الجزائريين احنا واش فينا؟ احنا عندنا كي نقدموا الموت نالوا الحياة احنا الموت ما نخافوش منها عنها فرنسا راهي العالم محبرنا ويقولوا مليون ونص شوف الدول هذه اللي تكافحوا فيها الانقلابات هذيك الدول
ماهيش قاع على قاعده صحيحه. لا حنا ضحينا بمليون ونص، شعبي طيش لحته، راعي طيش لحته، ما قراش في الكليه الحربيه نتاع الحرب العالميه، وقيد معركه ويدخل البلاد يقتل الضابط يقتل سارجان يقتل الاجداد، لا توعيه.